بعد ما نغادروا استبشروا خير ثم نرجع شويه بدا كيطلع. الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم عبد اللطيف مارشي الدجاج الحي المحمدي الدار البيضاء مارشي الجمله. خويا بالنسبه للدجاج الثمن ديالو كاين بعض الناس اللي صحابو الثمن كتقولوا اليوم الثمن الغد اللي تقول قلت لي الثمن البارح ولكن الثمن ما كيتفيكساش على حسب الثمن بدا كيطلع ياك الدجاج على حسب الوجد وصافي. الا كان العرض اكثر من الطلب تيطيح شويه وإلا كان العرض قل من الطلب راه كيتزاد شويه الثمن. واش العرض ديالو دابا حاليا الدجاج داير 19 درهم والشتا والحمد لله ربي رحمنا هذه نعمه من نعم الله وجعلنا من الماء كل شيء حي الله يعطينا لقد نفع هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله. والدجاج كيف ما كتشوف الحمد لله الخير موجود واخا داير 19 درهم. وبالنسبة للحرفيين اللي عارفين بحق الدجاج كيفاش كيطلع وكيفاش المصاريف ديالو راه ما غاليش. وبالنسبة للدرويش راه كيجي غالي. غالي. راه الدرويش راه كيجي غالي. ولكن هو راه كيف ما كيتقام على مولا كيتقام عليه ب 15 درهم حتى 15 ونص. باش كيتقام على الكساب دابا. بدا كيطلع شوية. راه من طبيعة الحال حيت الفلوس مازال غالي. الفلوس ما بغاوش ينقصوا منه. الفلوس مازال أخي الثمن ديالو مرتفع لحد الآن. رجع الثمن واش يقدر يطلع ولا يهبط ولا واش غادي نقول لك اخويا الثمن ما تعرف واش يطلع ولا يهبط كيف ما قلت لك على حسب العرض والطلب ما كيتثبتش الثمن ديالو كيتفيكسا الثمن اللي كتسمعوا اليوم كتسمعوا الغد ليه كل نهار وثمن دابا بزاف بدا كيطلع من طبيعه الحال الناس باش ما كيشريو من الفيرما تبيعونها على درهم ولا درهم ونص هادشي اللي كاين صافي ملي كيكون رخيص كيستافد المواطن شويه. ومن طبيعه الحال ملي كيرجع ديك 16 درهم 17 درهم كيتهز وملي كيرجع 19 20 شويه كتقال الميزانيه في الخروج شويه ثقيل ما كيبقاش كيف ما كان. واش الفلوس واش الغلاء ديال الالف؟ اخويا المشكل اللي كاين العويص هو ديال الفلوس. كل الفلوس طاح شويه الدجاج توا غادي يرجع شويه في الثمن. ما حد الفلوس غالي راه الدجاج راه ما غاديش يطيح دابا. خاصهم يعالجوا المشكل ديال الفلوس هو الاول بعد عاد يشوفوا المشاكل الاخرى اللي كاينه. يمكن بدا يطلع هاد اليومين اللي بدا كيطلع في هاد اليومين تقريبا شي يومين ولا ثلاث ايام دابا تزادت فيه تزادت فيه واحد درهم ونص ولا جوج درهم تزادت فيه عاوتاني. بالنسبه للي كيتزاد ما كما تنقولوا ديما راه ما كيبقاش الاقبال عليه كما كان. ما تيبقاش الاقبال كتنقص واحد 30% 20% كتنقص. كتنقص. كتنقص ما تيبقاش الخروج ديالو كيف ما كان. واش عنده علاقه بالارتفاع بتساقط الامطار لان كاين شي فيرمات اللي داخل لا لا ما كاينش المشاكل ديال الامطار الحمد لله لا ما كايناش. كاين شويه القله عاوتاني. كاين ذاك الناس اللي مدخلين الفلوس دابا غالي. كاين اللي مدخل الفلوس ب 13 درهم ونص، كاين اللي مدخل الفلوس ب 12 ونص، كاين اللي مدخلوا ب 13. دابا ملي كاين هما اللي تيخرجوا فيه دابا. الاقبال كينقص. لا دابا المشكل. الثمن. لا دابا المشكل ديال الكساب اللي مدخل الفلوس غالي هما اللي تيخرجوا في الدجاج دابا مقيوم عليهم الدجاج ب 15 درهم حضر 15 ونص خاصهم يخرجوا دابا ب 16 ونص حتى 17 17 مخرجينو في الفيرما دابا 16 ونص حتى 17 في الفيرماش انت تمام زعما ما كاينش شي امل ان نبقى شويه ورجع لواحد 15 درهم واش غادي نقول لك دابا الدرويش راه كيتمنى الدجاج يطيح والكساب كيتمنى الدجاج يبقى في بلاصته ولا يقدر يزيد باش هو شحال نقول لك حنا ما عندناش من جد حنا بي 10 جينا الوسط ما عندنا ما نديرو حنا كنشريو كنبيعو الدجاج على درهم ولا درهم ونص هادشي اللي عطى الله هو كيكون رخيص كيكون عليه الاقبال وملي تيكون رخيص كيكون عليه الاقبال كتخرج السلعه ماشي بحال ملي تيكون غالي ملي كيكون غالي ملي تيكون غالي شويه الاقبال تيكون ناقص شويه الخروج يكون ناقص شحال باقي ديال الثمن البلدي 65 درهم هذاك تما تفيكس على الثمن هذاك ديال الناس شويه من فئه خاصه من طبيعه الحال الكروازي اخويا عبطيف الكروازي كيلعب من 13 درهم حتى 10 درهم على حساب الكاليتي ما بقاتش في الثمن مارادونا مارادونا داير 18 درهم مارادونا الفروج والدجاجه داير 15 بيبي داير 23 درهم حتى 24 رجعوا للبيض واش طاح شويه باقي غالي البيض داير درهم و20 درهم و30 باقي شويه باقي الثمن ديالو مرتفع الله يدير شي تاوي امين امين اخ 19 درهم راه طالع شويه راه من طبيعه الحال كيكون قليل هذه اكيد ومن طبيعه الحال راه الدرويش راه كتجي غالي
غالي. من طبيعة الحال غيجي غالي. نتمنوا خير ان شاء الله. الله يسخر اخويا لطيف، الله يدير اللي فيها الخير، الله ييسر الامور. صديقي تعال عندي اليوم غتهضر معنا، اليوم غتهضر معنا، تفضل معنا. اذا كما كتشاهدوا معنا الدجاج، اجي نوريك، اجي زيد. الدجاج اليوم داير 19 درهم، بعد ما المواطن استبشر خيرا ب 17 درهم، ولكن كيطلع وملي تيطلع زادت اليوم جوج دراهم ياك. هاك تفضل معنا. السلام. بسم الله. شحال زادت تقريبا؟ الحمد لله دابا راه ولا بعدا بارك الله يجعل البركه ب 380 باش كاين الدجاج. 380 راه غالي شويه. وراه غالي تزاد، راه تزاد جوج دراهم تزادت. السقاط. ها؟ اسباب الزياده. الماكلة غالية وداك الشيء راك عارف، ترونسبور تا هو كيزعموا عليه الشاري، وتيجي عاملين الوكال الدرويش صاحبي، دير الدرويش هذا الدجاج المسكين. هذا مزيان، هذا مزيان، هذا مليح، ولكن الثمن ماشي ديال الماء. وي الثمن ياكلوا باش الناس ياكلوا، اي ياخذوا خمسة أربعة دراوش جوج. 14 درهم الناس، من 17 درهم الناس كيجيو ياخذوا اربعه خمسه، من تيغلى ما تيجوش الناس، ما يكون ما تيجوش هذاك الشيء، ما عندهمش مساك الفلوس. تلقاو الشراء ايام وفي راه الشهر شويه الناس كيكون، لا الشهر تياخذوا شويه، يفوت راه الشهر صافي، يفوت راه الشهر عاوتاني كيرجع، ترجع ثاني ما كاين لا بيع لا شراء. بالنسبه للمشي الخاص شنو خصو يدار؟ خصو يدار الفلوس، خص يرقص شويه يرخصوه. فلوس والماكله وبزاف الحاجات. امين رب العالمين، وربي يرحمنا بهذا الشتاء. الحمد لله، الحمد لله، تبارك الله، تبارك الله، الحمد لله، الحمد لله، تيولي الرواج مزيان. وي الحمد لله، والله لا والله الا بخير بالله. الحمد لله ربي يرحمنا، اللهم لك الحمد. ايوا البيبي تا هو داير 22 درهم، باقي الاقبال عليه. شويه ديال الاقبال بالنسبه للسناك، بالنسبه للريستورون. كل شيء دايز مزيان خدام، داير 23 20 كان طلع حتى هو شي 26. كان في الاول 520، دابا طاح شويه، طاح مزيان الحمد لله. كيطيح قد ما الدرب الناس تيكون عليه استقبال، تياخذوا الناس الدجاج. بالنسبه لدابا واش كاين شي اقبال؟ وكاين شويه الله يجعل البركه، كاين من واحد من جوج وغاد. ولكن كيرخاص، ها؟ كيرخاص ولدي، تيجيو الناس الدراوش ياخذوا الدراوش، المساكين عمر ثلاجه، شي مور ربعه، مول اللي كان ياخذها واحد ياخذ ربعه جوج، ولا كان رخا. الله يدير تاويل ديال الخير، دابا ما كاينش رخا. واه هات له راه 380 راه هادشي عمي كلشي زين، الحمد لله، الحمد لله، ضحكونا من ربي، الابتسامة راه صدقة. وي الحمد لله، من ربي رحمنا وطلنا الشتاء والحمد لله. الحمد لله، والله سيدي لك كرامة، الحمد لله، والله سيدي الحمد لله. الحمد لله، هذا غادي يقصدنا الزين هذا. إذا كما كتشاهدوا معنا المباشر، لا وكاين اللي يديك، حنا دولة الحق والقانون، قول اللي بغيتي. إذا الحمد لله، واخا طالع داير 380، نتمنى انه يهبط، حيت ملي كيهبط الدرويش كيستافد شويه وكيعمر الكوكوت. تبارك الله عليكم، الى مباشر اخر.